مضت سنة على مجيء غيمة إلينا. هذا صحيح، وقد سعدنا كثيرا بوجوده بيننا، ولذلك سوف نحتفل بهذه المناسبة السعيدة، ما رأيك؟ هذه فكرة رائعة. أجل أجل، موافقون، سنحتفل. ما رأيك يا ابنتي ساندي؟ ألا تعجبك الفكرة؟ لا داعي لإقامة حفل بهذه المناسبة، بل أرى أن على غيمة أن يظهر هو امتنانه الكبير لنا. حقا؟ ألا ترين أنك قاسية عليه؟ لا لست قاسية. لما لم توافقي إذن؟ إنه يساعدك على أعمالك، ولكنه لا يقوم بأي عمل بلا إشرافي. لما تخفين عطفك عليه؟ كل تصرفاتك تدل على عطفك عليه. نحن نعلم تماماً مقدار عطفك عليه. أحب هذه الدمية الجديدة كثيراً، إنها رائعة، أرغب في اقتنائها. أظن أن ساندي بدأت تمل من غيمة. غيمة، سنقيم لك حفلاً بمناسبة الذكرى الأولى لتعارفنا. تصبح على خير يا غيمة. هاي غيمة، ألا تمل من النوم؟ أنا آسف. ما بك يا غيمة؟ لم تعد نشيطا كعادتك. دائما يغط في النوم. ربما يكون مريضا. ساندي، ترهقه بالعمل. ماذا؟ أتضعان اللوم علي؟ أجل يا ساندي، فأنت تحملين غيمة فوق طاقته دائما. ساندي لا ذنب لها. غيمة، آسف يا ساندي، أشعر بالنعاس لكني لا أعرف سببا لذلك. بدأ الإنهاك يظهر على غيمة. هذا بسبب معاملة ساندي القاسية له. ماذا تعني بقولك يا لوز؟ يجب أن تترفقي به قليلا. الألعاب تهترئ بعد مرور زمن على اقتنائها إن لم تحافظي عليها جيدا. لكن غيمة في حال جيدة. أنت مخطئة. لا تقسي عليه كثيرا، لأن هذا يصيبه بالإحباط ويجعله يشعر بالرغبة في النوم دائما. لا لا، إنه بخير. أخضعه للفحص والطبيب هو الذي سيحدد. وافقك، هذا رأي صائب. أجل، يحتاج إلى طبيب بيطري، بل إلى خبير ألعاب. غيمة، ماذا يفعل؟ يحمل حاجات السيدة. ليست سيدة، بل إنها فادية. غيمة. ساندي، ما الذي يحدث؟ هل لديك موعد مع الأنسة فادية يا أنسة؟ ساندي، اسمعي يا فادية، غيمة صغير، لما تحملينه كل هذه الأشياء؟ الحقيقة أنا لم أجبره على ذلك ولم أطلب إليه ذلك، هو من أتى وعرض خدماته. ماذا؟ هذا مستحيل، هذا غير صحيح. ساندي، احذري، أنت تسيئين إلي بهذا القول. أجيبيني الآن، أين غيمة؟ هو ليس هنا الآن، فقد غادر. ساندي، لا تنسي أنك في بيتي، أرجو منك أن تغيري طريقة كلامك لمصلحتك. انتظري يا فادية، انتظري. من فضلك، هل يمكنك المغادرة الآن؟ غيمة، رأيتك تحمل أشياء لفادية، لما فعلت ذلك؟ في الحقيقة، ما الذي يجبرك على تقديم المساعدة لها وأنت تشكو دائما من أنك متعب؟ إنني. ما بك؟ هل تجبرك فادية على القيام بذلك؟ أخبرني يا غيمة. لم تجبرني، أنا سألتها إن كان في إمكاني مساعدتها، وأنا لست متعبا كما تظنين، أنا بخير. لكني أرى أنك لست بخير. تصبح على خير. لقد بدأ الإنهاك يظهر على غيمة.
الألعاب تبدأ بالاهتراء بعد مرور زمن على اقتنائها إن لم تحافظي عليها. صباح الخير جميعاً، الجو جميل هذا اليوم. ستنعم المدينة بشمس ربيعية ساطعة، لكن الجو سيميل إلى البرودة في المساء. شكراً لك. هل أنت بخير يا غيمة؟ أجل، أنا آسف، أشعر بالنعاس وسأخذ غفوة. غريب، ما الذي يحدث له يا ترى؟ غيمة، أريدك أن ترافقني اليوم. أين غيمة؟ غيمة، صرت كسولا جدا وكثير النوم. غيمة، ما بك؟ هيا انهض. توقف عن المزاح، لا تجعلني أغضب عليك. غيمة، غيمة! هل تعلمت هذه الخدعة من دمية أحد من الجيران يا غيمة؟ لا، لم يخرج من البيت وقد أصيب بهذا في فراشه. لكن ما الذي أصابه وجعله هكذا؟ إنه لا يحرك ساكناً. ربما نفدت طاقته ولهذا لا يتحرك، أو ربما أصيب بمرض أوقف حركته تماماً وأفقده النطق. المسكين غيمة، إنه لا يتحرك أبداً. لا أريد سماع هذا الكلام. اتركني، لماذا تحملني؟ دعني دعني. نعم، هو دمية مثلي تماماً، لما تسألينني؟ ربما كنت تعلمين يا باندي سبب ما حدث لغيمة، لذا أخبرينا. لا، اتركوه، فقد يعود ويتحرك بعد مدة. خذي هذا، إنه طعامك المفضل. أخبريني، فأنت وغيمة تمشيان وتتحدثان، وأنتما دميتان عاديتان، فكيف؟ ويأكلان. هذا ليس من شأنك أنت، من الأفضل لي أن أذهب. هي انتظري، أنت تخفين شيئاً. قلت لا شيء، ولا تسأليني عن ذلك. عليك أن تخبريني كيف أجعل غيمة يتحرك من جديد. سأعاقبك إن لم تخبريني. اذهبي إلى معمل الدمى إن كنت قلقة عليه هكذا. المعمل؟ أجل، إلى المعمل الذي صنع دمية غيمة، سيخبرونك بالسبب. هذا هو مكان ولادة غيمة؟ معمل الألعاب، يتبع لشركة الأغذية. شركة الأغذية هي التي صنعتها لكي تقدمه هدية، وهذا نوع من الدعاية لمصنوعاتها. أنتم صحفيون، فهمت، هذا رائع، أهلا بكم. هذا المعمل يعمل 24 ساعة ويعطل يوما واحدا، وفيه قاعة لعرض الألعاب. هل تريدون أن تسألوا سؤالا آخر؟ أجل، أليس هذا هو المعمل الذي يصنع دمى غيمة الربيع؟ ماذا؟ أهذا نوع من الدمى؟ إنها دمية خاصة بشركة أزهار الربيع. لدينا مجمع كبير هنا، ويصنع في هذا المجمع مئات من الدمى المختلفة. دمى على شكل خراف. هي دمى تمشي وتتكلم وتقوم بأنشطة مختلفة أيضا. غيمة الذي يمشي ويتكلم؟ لقد عرفته، اسألي عنه هناك. أين؟ أمامك في البناء الثالث في قسم اللعب المعدنية. لحظة، لكن غيمة ليس دمية معدنية. نعم، أنا لا أتحدث عن دمية، بل عن غيمة الذي يمشي ويتكلم. غيمة الذي يمشي ويتكلم؟ هل هناك دمية تشبهه؟ مستحيل. هل هذا ممكن؟ لنذهب ونتحقق. شكرا لك وداعا. رقم ثلاثة هناك. هل هنالك دمية أخرى تشبه غيمة؟ سنكتشف سر غيمة بعد قليل. هذا هو المبنى الثالث. هيا بنا يا أصدقاء، علينا أن ندخل. أنا آسف جدا، لم أنتبه عليك. ألست زميلة فادية في المدرسة؟ نريد أن نسأل عن غيمة.
إنه يعمل عند فادية. أنا المدير غايم. غايم؟ ما عملك؟ ولماذا أنت هنا؟ هذا المعمل يملكه والد فادية، وهو واحد من 170 معملا يملكها سيدي. أنا أرافقه في زيارة هذا المعمل اليوم. صحيح أن اسمه غايم؟ غايم وغايمة؟ لقد أخطأ الحارس في سماع سؤالنا. قدرت أن هناك خطأ. لن نصل إلى ما نريده بسهولة. على كل حال سنعثر على المكان الذي يصنع دمى غايمة بأي طريقة. هاي أنتم، من سمح لكم بالدخول إلى هنا؟ ماذا نفعل إن منعنا من الدخول؟ قد لا يعود غايمة كما كان مرة ثانية. هذا مستحيل، لن يتحرك أبدا. خرجوا من هنا هيا. ساندي هيا لنركض. حسنا. أين ذهبوا؟ ليسوا هنا. إنهم قادمون إلينا. ماذا سنفعل؟ انظروا. ظننتهم أتوا إلى هنا. ربما اختبأوا هناك. قبعة، مثل قبعة غيمة. ما الذي يجري؟ هناك من ينقل الصندوق. غيمة. لماذا تقفان هنا هكذا؟ إننا قلقان على غيمة، إنه لا يتحرك. لا تقلقا، فإن ساندي ستفعل ما في وسعها من أجل غيمة، لذا اعتمدا على أختكما، فهي تحب غيمة كثيرا، ثقا بذلك. أجل. المعمل. غيمة، هذا هو مكان صناعتك. ما الذي تفعلونه يا أولاد؟ هذا ممنوع، لا يمكنكم أخذ هذه الدمية. إنها لي، ربحتها من مسابقة شركة أزهار الربيع. من فضلك، هل أنت موظفة هنا؟ لما تسأل؟ ألديك معلومات حول الدمية غيمة المتحركة؟ الدمية غيمة المتحركة؟ إنه يشبه هذا. غيم، هو في المبنى الثالث الخاص باللعب المعدنية. غيم ثانية؟ لا، لا نسأل عن المدير غيم. عمن تسألون إذن؟ إنه الدمية غيم المتحركة، صنعت قبل عام في هذا المعمل. عندك أخبار عنها؟ لا أظن ذلك. تذكرت، حينها حدثت عاصفة رعدية ووقعت صاعقة وهدمت جزءا من هذا المعمل. صاعقة؟ وفي اليوم التالي سمعت عاملا يقول إنه رأى لعبة بشكل خروف تتحرك. هذا صحيح؟ إنه غيمة. قد يكون غيمة قادما من أحد الكواكب وليس دمية. نورا، ما هذا الهراء؟ لا، لو كان كذلك لكان أخبرنا. لنجرب. وفقا للنشرة الجوية ستحدث عاصفة رعدية بعد الظهر. سأربط غيمة هناك. غيمة! وجدته! لا، ليس هو. انظري يا ساندي، أهذا هو؟ لا، ليس لغيمة عينان غريبتان هكذا. عينان غريبتان؟ أظنهم متشابهين جميعا. يصعب تمييز أي فارق. أجل، نحن لا نميز. ما رأيك في هذا؟ ليس هذا وقت المزاح. أستطيع تمييز غيمة وسط ملايين الدمى. يستحيل أن نعرفه وسط كل هذه الدمى. لا أظن أن ساندي ستتخلى عنه.
كانت تعامله بقسوة، لا أفهم اهتمامها به الآن. غيمة! ما الذي تفعله؟ ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ إنه يتحدث. طلبت إلى فاديا مساعدتي وتدبير عمل لي هنا في هذا المعمل. أنت غيمة الذي يعمل في المبنى الثالث؟ أجل، لم تخطئ عاملة التنظيف والحارس في سماعنا إذن. كانا يقصدانك ولم يقصدا المدير غيم. هذا أمر محير. ما قصة الدمية التي وجدتها ساندي على فراشك؟ لم أرغب في أن تعلم ساندي أنني أعمل هنا، ولذلك فكرت في ترك دمية على فراشي. ماذا أسمع؟ لهذا كنت دائما التعب. صح. ولكن ما الذي يجبرك على هذا العمل المتعب يا غيمة؟ في الحقيقة هذا سر. يا جماعة سأذهب انتظري. ظلت ساندي تبحث عنه بحثا جادا، فإذا اكتشفت أنه كان يخدعها بلعبته المزيفة فستعاقبه ولن تسامحه على خداعه لها. حقا؟ ماذا سأفعل؟ لدي خطة محكمة. اسمع يا غيمة، حين تسمع إشارتي اضرب هذا الصندوق الذي يحتوي الخردة، هل فهمت؟ وعندئذ سيسقط الصندوق ويحدث ضجيجا كالرعد، وبعدها تندفع إلى الخارج وتتظاهر بأنك قد عدت إلى طبيعتك. فهمت. ساندي، عثرنا على دمية غيمة. حقا؟ أين هو؟ ربطته على مانع الصواعق. إننا الآن ننتظر حدوث الصاعقة. أخبروني كيف علمتم أنه هو غيمة الحقيقي؟ عرفنا وحسب. ولا هكذا نغم دائما، لا يحكم خطته إحكاما جيدا. أجبني كيف عرفت أنه غيمة الحقيقي؟ هذا هو غيمة الحقيقي، والآن سأحاول أن أربطه هناك. عجي ساندي. غيمة، من هذا الذي أحمله إذن؟ ساندي آسف، سامحيني. هيا فسر لي ذلك. في الحقيقة ماذا تقول؟ لحظة اهدئي أرجوك. لن أهدأ قبل أن أعرف لما يعمل غيمة هنا. لقد رفض أن يخبرنا عن سبب ذلك. يجب أن نذهب وننزل غيمة من هناك. إذا بدأت العواصف الآن وضربت الصاعقة قد يدمر هذه المرة ولن يعود بعدها. لا تقلقي يا ساندي، لن يؤذى أبدا. علينا إنقاذه، بدأت العاصفة. أنزلوني من هنا. غيمة! ساندي سآتي إليك وننزل معا بعد قليل. اصمت يا غيمة. ساندي! غيمة! هذا أنت يا غيمة؟ الحمد لله على سلامتك. أفق، لقد نمت كثيرا. أين أنا؟ ما الذي أتى بي إلى هنا؟ أحب هذه الدمية الجديدة كثيرا، ما أروعها، أرغب في اقتنائها. صحيح، يجب أن أعود إلى البيت في الحال. سنحتفل بمرور سنة على مجيئي. هناك مفاجأة أعددتها لساندي، فقد عملت جاهدا لأشتري لها تلك الدمية التي أعجبتها. غيمة! غيمة! ساندي! غيمة! قلقت عليك. أنا آسف. غيمة، لا تفعل ذلك ثانية، مفهوم؟ Thank you.
ساندي، آسف. لا بأس، نم. ساندي، أريد أن أقدم هدية إليك. هذا ليس ضرورياً يا غيمة، فأنا سعيدة بأنك معنا. ساندي، ألا تزالين غاضبة؟ لست غاضبة، هيا نم. حاضر، تصبحين على خير. غيمة، تصبح على خير. ستعود المعلمة هدي إلى زوجها بعد خلاف دام طويلاً بينهما، لذلك قررنا نحن أسرة تحرير الوردة البيضاء الاحتفال بهذه المناسبة. ولكن ما هذا؟ المعلمة هديل حزينة جداً. ترى لماذا؟ ما السبب؟ تابعونا في الخبطة القادمة لتعرفوا الحكاية. إلى اللقاء.